حسين جناد بعد مرور العام بعيدا عن الأسماء اللي كانت من كانت يقال بأنها كانت تعكر صفو نجاح هذه الاتحادية بعد نهاية هذه المشاكل تمرير الحصيلتين المالية والأدبية بالنسبة لهذا الاتحاد لا مبررات بالنسبة لهذا الاتحاد من أجل النجاح. شوف أنا أقول لك حاجة حكيم أنا تعرفني صريح ونقول هالك الآن خير الدين زتشي يلزم ينسى العام اللي فات إلا حب صح يخدم وانا كما راه يقول الاخ عبود كاين يلزم تغييرات يلزم ذيك وانا نقولها له اليوم الاخ عبود هو كمستشار تاع رئيس الفافورا قدامي انا نقول له باللي انتم ضعاف نقولها له باللي انتم ضعاف لماذا؟ لا نقولها له باللي انتم ضعاف بالدليل السنه الاولى على راس الاتحاديه يعني علاش وصلنا لكل هذيك المشاكل؟ علاش وصلنا الفضائح المسائل المهازل الاخطاء؟ لانهم ضعاف اليوم كل واحد يستعرف ماشي عيب كي نستعرف باللي انا ضعيف ماشي عيب كي نستعرف باللي مانيش يلزم لي الناس اقوى مني ولا احسن مني ولكن هل تعترف بانك انت ايضا من كنت تحدث من بين الناس الفوضى مثلا من خلال الانتقادات المباشره اليوميه كانوا يعطونا فرصه يا حكيم كنا نرقدوا نصيبوا فضيحه كما تهدرش عليها يلزم تهدر يلزم تكتب يلزم حقوق يلزم ان يجب ان اعطيه حقوق في ثواني اسمعني في ثواني يجب ان اعطيه تفضل ليش في ثواني انا فهمت الرساله تاعك ولكن نقول لك انا لست بالشخص الضعيف لان اولا انا في 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 يومياتي انا مسير طبعا ما بين المؤسسه تاع الدولة الجزائرية وأنا واحد من الناس الذين كنت أستغرب من خلال التصريحات سواء في البلاطوهات أو حتى في الصحف أو حتى في حتى وحتى في حتى في في مواقع التواصل البعض طبعا. كان يصور بأنه الجمعية العامة فيها خروقات ومشاكل مالية وأدبية سأتي إليك صالح بيعبود ولكن في النهاية اتضح بأن الأمور مثل ما كان أراه الآن كلام فارغ فقط يعني كل شيء كان كلام فارغ هي الكلمة الأولى والأخيرة تعود الرؤساء الرابطين يعني كل ما كان كلام فارغ كلام فارغ لا ما نقولوش كلام فارغ ماذا تقول ما كاش شجاعة عندهم ما عندهم شجاعة لا تحدث عن هؤلاء الناس من كانوا يعتقدون هذا الناس اللي صادقوا على التقرير المالي والأدبي أنا نقولها نعرفهم مليح نعرفهم كاملين ما نقولكش نعرفهم كاملين ولكن أغلبية نعرفهم ما عندوش شجاعة باش يقول لك يا روراو هذا موش بيلون ولا يقولوا يا خير ديزتش هذا موش بيلون ما عندوش شجاعة نعرفهم أتفق معك في هذه النقطة ولكن لا تحول لسؤالي أنا أرغب في الناس الذين كانوا ينتقدون ويصورون لنا بأن فيها مشكلة ستحدث أشياء كثيرة الاتحادية ستسقط أمور كبيرة مشاكل في الجانب المالي هل كان كلاما فارغا فقط؟ شوف بناء على وش قال عبد الكريم مدور البارح قال لك اللي يحب يتكلم يجي يتكلم في الجمعية العامة يعني دليل على أن هذا الناس هذو اللي مثلوا رؤساء الرابطات ولا رؤساء الفرق كانوا يتكلموا بزاف برا هما اللي كانوا مغلطين الناس هما اللي كانوا يقولوا هذا موش بيلون هذه كذا هذه كذا ولكن كنت غير مقتنع بالتقرير انا مانيش مقتنع انا لهذه الساعه مانيش مقتنع لسه مقتنع انا كشخص انا ولكن الان انا بعيد على لا نقول لك يعني هو الان ما كانش اللي يقدر يوقف خير الدين زتشي خير الدين زتشي الان صادقوا له على التقرير المالي تاعه والادبي انتهى الامر نعم ولكن انا قريت البيلون قريته وشفت البيلون انا ما قنعنيش البيلون صح حسين جنات شوف والله انا نتاسف يعني على الكلام هذا اللي قالوه خير الدين زتشي فيما يخص يعني الناس اللي تنتقد خير الدين زتشي دير في بالك باللي راك رئيس اتحاديه ارجو ان تحدد المصطلح لم يقل ينتقد وانما تتجاوز الخطوط الحمراء تتجاوز الخطوط احنا ما تجاوزناش لا انا لا اتحدث عليك حسين جنات اسمح لي انا اتحدث عن التجاوز وليس الانتقاد انا من الان نقول الخير الدين زتشي اذا كان كاش واحد يعني لحقك في شخصك في عائلتك انا نشجعك باش تروح للقاضي هذه راني معاه ولكن باش كاين صالح بيعبود كاين ناس مشات له للزوجه نتاعو لا لا شوف ما نقولش لك كاين اللي يتهموا اخوه باللي هو اللي راه يقوم بواحد الامور والقضيه راهي في العداله ولكن الامور ما خرجت للعلن ولكن كاين امور خطيره يعني ما نمشيش انا نظن باللي هذه رساله مشفره للبعض واضح لكل الاعلاميين للبعض اللي ما راعيوش هذه الامور هذه على كلمه قناه اعداء الجزائر ما كاش اعداء الجزائر انا نقول لك ما كاش اعداء الجزائر الجزائر بلادنا ونحبوها كاملين بلادنا ما يحبهاش غير خير الدين انا اعتقد بانني اتفق معه بشكل كبير هذه هي لا يجب ان نضع الامور اعداء الجزائر ملاحظه في التسيير تاع خير الدين زتشي ما يعجبنيش التسيير تاع خير الدين زتشي وما يعجبنيش وما يلذ به برهن في السنه القادمه هذا واش نقول ولكن اذا نقول اليوم ما عجبنيش التسيير تاع خير الدين زتشي انا نظن باللي خير الدين زتشي اذا باش يروح للعداله اذا باش يروح على ناس لانهم ينتقدوه كشخص من الاولى به
أن يمشي للعدالة على الناس اللي انتقدوا الاتحادية والناس اللي شككوا في نتائج المنتخب الوطني وفي تأهل المونديال، لأن الناس اللي شكوا في نتائج المنتخب الوطني وتأهل المونديال أنا نعتبرهم كنفس الأشخاص اللي قالوا دو جول مد الاستقلال الجزائر. عيب عيب إذا كان ننتقدوا اليوم الناس كما هذوما، يعني الناس آخرين غير خير ديزتشي، الناس غير خير ديزتشي ولكن خير ديزتشي من المفروض هذا الناس هم اللي يروح معهم العدالة. الناس اللي شككوا في نتائج المنتخب الوطني والناس اللي قالوا كلام كأننا نعتبرهم مثل الناس. شوف أنا ما كنتش يعني ما تبعتش الجمعية العامة مليح لأني كانت عندي أشغال، ولكن البارح في الليل يعني في منتصف الليل كان رسلوا لي واحد في الفيسبوك، رسلوا لي تدخل تاع روراو اللي في حوالي 24 دقيقة، هذا يعني اللي ما تحدثش عليه وسائل الإعلام كثرة. أنا نقول لك شفت التدخل تاع روراو والكلمة اللي لقاها روراو، أستاذ بأتم معنى الكلمة. هذا واش نقول لك، استاذ بأتم معنى الكلمه وقادر خير الدين زتشي. انا نقول لك لو يعمل معايا روراوة ما بقاوش هذه يديروا اليد في اليد وتتكلم على الناس اللي ما يقدروا يجيبوا لك والو. لو يحب يدير اليد في اليد صح ويخدم على انقاذ كره القدم الجزائريه يقدر يخدم مع روراوة. طب روراوة الى لا تنجح هذه الجزائر، اسمع لي، هذا روراوة مش نبي، هذا روراوة بشر كيما حنا يصيب ويخطئ. حتى روراوة لما كان رئيس الاتحاديه كانوا عنده ناس يشاورهم. صحيح هذه هي، انا نقول لك يعني الى صح كان لا يشاور كثيرا، لا كان يشاور، كانوا مع رجال. انا لما نذكر كان السي محمد خليفيه كان المشرارة، كانوا لا أحد يشكك في هؤلاء الرجال، كان يشاورهم وإلا أنا متأكد اللي كان يشاورهم يا حسين يا جمال عندهم كلمتهم. أنا أحترم الرجلين بشكل كبير، خاصة محمد خليفية ومحمد مشار بشكل كبير، ولكن لو كان يستشيرهما لما استقال. اسمع هما لما استقال يا رجل، اسمع لي، هما لبقي معه. أنني نقول لك هما، أنا البارح كي شوف روراوة الوحيد اللي كان اللي ناض وتكلم وكان عنده الشجاعة ويعني وحلل البيلو نقطة بنقطة، الاخرين ما يقدروش يهضروا يا حكيم، ما يقدروش يهضروا الاخرين، ما كاينش اللي عنده شجاعه باش يفند يده ويقول، لانه واحد يخاف على المنصب تاعه، كل واحد واش خايف، كاين اللي يجي للجمعيه العامه باش ياكل ويرقد في الفندق. غير مقتنع، لانني هاد الناس اللي يخافوا، مناش يخافوا، كاين غول في الاتحاديه، كاين غول في الاتحاديه، شكون يمنع واحد يتكلم في الجمعيه العامه؟ المنصب هل عنده صلاحيه خدين زتشينا نقول لك على يخافوا. انا شفت بعيني مسنين فيها 45 واحد، قال لك اذا قالوا لنا برفع الايدي نروحوا للصندوق. انا شفتها مسنين فيها 45 واحد، علاش حتى واحد ما عنده الشجاعه جبد هذه الورقه وحطها الباب؟ شوف الله يخافوا خوفين. انا نقول لك قضيه الصندوق، انني نقول لك واش كاين يا عبود، انا نقول لك انا احترم اعضاء 45 واحد يمضيوا في وثيقه ومن بعد انا شفتها، انا نقول لك شفت الوثيقه ماضي فيها 45 واحد. انا بالنسبه لي حسين جنان، امروا الى المحور الثالث والاخير. تفضل لك الاعضاء، انا مادام جابوا لي وثيقه وقالوا لي سني معانا باش نروحوا للصندوق، نهار اللي سني معاهم، نهار اللي يجوا رايحين يقولوا رفع الايدي يقولوا حبس عندي وثيقه، نقولها بشجاعه ما خاف حتى من واحد. هذول 45 واحد سنيوا في وثيقه وما يقدرش واحد منهم يوقف يقول نروحوا للصندوق. سي كراف عندهم 45 وخافوا، ما بالك واحد منهم. هذا خير دين زتشي، خير دين زتشي لانه متفتح الجميع، فما بالك روراوة كانوا كيشوفوه جاي يقفوا كاملين في الاستاد. يعني هذا الامر انا لست مستغربا، لذلك ابتسم، لانه في مجالات عده في الرياضه وفي الاقتصاد وفي البرلمان وفي السياسه يا رجل كلهم اصحاب مصالح. ايوه كلهم اصحاب مصالح. كاين من يقول لك اللي يجي للفندق باش ياكل. يلا انا نقول لك، انا واحد راح معنا كوب دي موند، رئيس رابطه، تصور رئيس رابطه راح معنا جنوب افريقيا، انت منا تدير 10 ساعات جوهانسبورغ وين لعبنا مع انجلترا وين لعبنا مع زلنا زي ساعتين في الطائرة تلحق ثم تشوف المقابلة في التلفزيون. علاش؟ لأنه كلا بزاف الفندق أصابته تحمى. خليني أقول لك يا رجل، خليني أقول لك شيء، طبيب أنت الرجل كمل شاف المقابلة في التلفزيون. خليني أقول لك، حتى في عهد الرئيس السابق تعرف أنا تحدثت مع تحدثت مع شخص كان من الأعضاء الجمعية العامة، قال لي والله لا أعرف ما كانوا يقولونه في خلال الجمعية العامة إلا كلمة واحدة باش نوضوا نفطروا. وش يقول لك رئيس رابطة الاسبوع الماضي كلمني ما يعرف الارقام، حتى لا تدخل في هذه الامور.